رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت كنا بنتحدث عن مسوغات الحاجة إلى التربية الإسلامية، اتكلمنا عن المسوغات الشرعية، وقلنا أن المسوغات الشرعية هي المبررات أو الأسباب التي تدعونا إلى العناية والاهتمام بالتربية الإسلامية، وتكون هذه المسوغات مستمدة أو مستوحاة من الشرع، من القرآن الكريم والسنة النبوية. ثم تحدثنا عن المسوغات الاجتماعية الثقافية، مش هيك؟ وتحدثنا عن المسوغات الإنسانية وتبقى منها جزء، يعني تكلمنا عن المسوغات الإنسانية للتربية الإسلامية، وذكرنا هذه النقاط في المرة السابقة، إنها بتحقق ذاتية الإنسان، بتسمح لقوى الخير عنده، القوى الفطرية، أن تنبت وتتحرر وتنمو. كذلك الثبات اللي موجود في هذه التربية الإسلامية لا شك أنه يعطي الكيان الإنساني شيئا من الاستقرار. كل واحد فينا لا يحب أن يغير كل شيء في حياته، هذا أمر يعني لا تقبله الفطرة أصلا، إنما يريد الإنسان أن يكون في هناك استقرار وثبات في جوانب معينة، وفي هناك تجديد صحيح باستمرار وتطوير في جوانب أخرى. فالتربية الإسلامية بتحقق هذا الطموح. نفس الشيء قلنا أن التربية الإسلامية ترد ظلم الإنسان للإنسان، وكذلك أنه هي بتقضي على فكرة القومية والعنصرية. الآن سنتحدث عن ما تبقى من المسوغات الإنسانية. نعم، من لها مشاركة في هذا؟ المسوغات الإنسانية للتربية الإسلامية أو للحاجة إلى التربية الإسلامية. ما الذي تقدمه لنا التربية الإسلامية؟ تفضل. صحيح، يعني تحقيق السعادة المجمل، الكمال الإنساني، مثل ما قلنا أنه الكمال لله وحده، الكمال المطلق، لكن الإنسان بحسبه أن يصل إلى درجة معينة من الكمال الذي يحقق له الرضا والطمأنينة والسعادة، لكن بالنسبة للكمال في هذه الدنيا لا يحصل. بالنسبة للإنسان الكمال يحدث بالنسبة للإنسان في الآخرة. ليش؟ لأن الآخرة أصلا هي مخلوقة لتكون دار جزاء، ليس فيها لا ابتلاء ولا نواقص، وإنما هي دار جزاء بتعطي الإنسان، يعني الإنسان فيها يستمتع من غير عناء، وفي نفس الوقت بيقطف نتيجة عمله من غير ما يكون أي في نوع من الشقاء أو من الفراغ اللي بيعانيه في هذه الدنيا. الشيء الثاني، عندنا أمور بتبين حاجتنا إلى التربية الإسلامية كذلك. أيوة. كلام سليم. قلنا المرة اللي فاتت أنه الفطرة هي ميل الطبع لما يلائمه، يعني الإنسان لما بيميل إلى شيء معين مغروس في داخله بيكون كالبوصلة بيوجهه إلى أشياء معينة. لما الإنسان بيمشي وفقا لهذه الطبيعة ووفقا لهذه الفطرة بيرتاح، يشعر بنوع من التوافق والراحة النفسية. لكن إذا بيمشي بخلاف ما تقتضيه طبيعته أو فطرته بيجد نفسه كأنه بيعاكس في متطلباته وحاجاته ورغباته. غير ذلك، أيوة. لا تقتصر على هداية الإنسان إلى فكرة التي فطر الله عليه سبحانه وتعالى، إنما تقضي نفس من الداخل وتحرر من العبودية والأنانية والشهوات. كلام صحيح، تحرر الإنسان من العبودية، من الأنانية، من الشهوات. وبذلك بنقول إنه التربية الإسلامية لما بتحرر الإنسان تحرره من كل مصادر العبودية، سواء تمثلت هذه مصادر العبودية في أوثان حجرية أو حتى في طواغيت بشرية أو حتى في ذاته. يعني الإنسان منا ممكن ألا يكون عبدا لوثن ولا لشخص، لكن يكون عبدا لذاته، الأهواء اللي عنده، الحاجات، المتطلبات اللي موجودة لديه بتستعبده، بيلاقي دائما محور حياته هي هذه الأمور، بالتالي هو مطلوب أنه يخدم هذه الأمور، الشهوات والأنانية والأهواء، فيكون عبدا لذاته. عشان هيك التربية الإسلامية جاءت لتحرر الإنسان من جميع أنواع الرق والعبودية، حتى لو كانت رق الإنسان لنفسه.
الآن ننتقل إلى المسوغات العلمية الحضارية. المسوغات العلمية الحضارية نستطيع أن نلخصها يعني في ثلاثة أمور أساسية، في ثلاثة أمور أساسية. كيف يمكن أن نتحدث عن المسوغات العلمية الحضارية؟ يعني لما بنقول مسوغات علمية حضارية نقصد أنه بالنظر إلى الجانب العلمي والحضاري في حياة المسلمين قديما، وبالنظر في الجانب العلمي الحضاري في التربيات الوضعية الغربية من حولنا، سنجد أنه هذا يدعونا إلى العناية بالتربية الإسلامية. النظر في تاريخنا، إيش الجوانب اللي بتدعونا إلى العناية بالتربية الإسلامية؟ نعم هناك. أيوة، لو نظرنا يعني الناظر في تاريخ الأمة الإسلامية سيجد أنه الفترات اللي كان فيها عندنا قوة حضارية وعلمية، ولدينا فعلا بحوث، ولدينا حضارة علمية متعلقة بالفلك، بالطب، بالكيمياء، بغير ذلك من العلوم، لوجدنا أنها ترتبط بفترات القوة في حياة الأمة. وفترات القوة بشكل تلقائي مرتبطة بدرجة تمسك المسلمين بدينهم. هذا الأمر لا يحتاج إلى معاناة. يعني القرون الأربعة الأولى فعلا صار فيها قفزة عالية جدا في جانب العلم والحضارة والتفوق بالنسبة للمسلمين. بعد ذلك دخلت الأمة في فترة ركود هيك وجمود. العالم الغربي التقط الحضارة المادية من المسلمين، لكنه استمر في البناء عليها فوصل إلى ما وصل إليه اليوم. طيب، هذا دلالة صحيح. في دلالة ثانية ممكن كذلك تعطينا يعني مسوغ للاهتمام بالتربية الإسلامية. كلام يعني أيضا هذا واضح من خلال التاريخ، أنه متى تكون فترات الضعف الحضاري العلمي؟ هي مرتبطة بفترات الضعف، ضعف التمسك بالدين، ضعف أخذ الدين بجدية. لأجل ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله إلى بني إسرائيل يا بني إسرائيل خذوا ما أتيناكم بقوة. فالقصد أنه هنا الإنسان لما بيأخذ الدين بجدية ويتمسك به يكون الأمر أفضل من الناحية حتى العلمية والحضارية، فضلا عن الأخلاقية والتربوية. الآن في عصرنا الحديث لما أفاق المسلمون فيما يعرف بالصحوة التي شملت الكثير من الدول، وجدنا أنه التاريخ بدأ يسجل الآن اختراعات لعلماء مسلمين مصريين وباكستانيين وهنود ومن أهل الشام ومن غيرهم. بدأنا الآن نسمع عن نظريات معينة، في نظريات الآن فيزيائية سجلت بأسماء علماء معاصرين من المسلمين. فالقصد أنه هذه ارتبطت بإيش برضو زي ما احنا ملاحظين؟ بعودة الناس إلى التدين مرة ثانية. بل إننا لا نبالغ إذا قلنا إن معظم هؤلاء الذين برعوا في تخصصاتهم العلمية كانوا أقرب إلى التدين، يعني هم كانوا من المتدينين. والناس اللي اليوم نسمعهم بيقدموا برامج عديدة جدا في الإعجاز العلمي في القرآن كل بحسب تخصصه، أيضا هم من فئة المتدينين في الغالب. فارتباط التدين بالمستوى العلمي الحضاري واضح في تاريخنا القديم والحديث. غير ذلك إذا نظرنا إلى الضفة الثانية، إلى التربية الغربية اليوم، الكلام هذا صحيح. لا يماري أحد، لا أحد يجادل في أن الغرب اليوم وصل إلى قمة في أشياء كثيرة في حياتنا، يعني وصل إلى درجة عالية جدا من التقدم التكنولوجي في سائر أنواع التخصصات والعلوم الطبيعية، العلوم الطبية، الفلك، وصل إلى درجة عالية حتى في ما يتعلق بالنظام الإداري، الإدارة التي تحكم يعني بلادهم، إدارة فعلا تحقق لهم التنمية، تحقق لهم الكثير من الرخاء. لكن مع كل هذا، مع اعترافنا بهذا، إلا أن الجانب الأخلاقي، الجانب الإنساني، جانب الرضا، شعور الإنسان بالسعادة والرضا، لم يكن هذا المستوى بنفس مستوى التقدم المدني المادي في الجانب الآخر. لا، يعني في تقدم مدني صح على الجانب المادي، جانب الرفاهية والاستهلاك والجانب المادي والصناعات والعلوم، لكن لم يواكب ذلك تقدم أخلاقي وشعور بالسعادة بالنسبة للإنسان هناك.
حتى إننا لنجد اليوم، وهذا ليس من قبيل المبالغة وإنما الإحصائيات هي التي تتكلم، أكثر نسب سجلته اليوم الإحصائيات في الانتحار وفي قضية الاكتئاب وعدم الرضا عن الحياة والتفكير في التخلص من الحياة كانت في أرقى الدول من الناحية المادية، يعني ناحية الثراء المادي، ناحية التقدم التكنولوجي وكذا، هذا لم ينفع في هذا الباب. يعني أكثر الدول تقدما بتسجل أعلى الإحصائيات في هذه الشؤون، وهذا يدلنا على أنه الاهتمام بالجانب المادي وحده لا يمكن أن يفي بحاجات الإنسان، ولا يمكن أن يحقق له السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية هي شيء ينبع من داخل الإنسان بلا شك، يعني شعور الإنسان بالرضا، شعوره بالقناعة، شعور الإنسان بالسعادة، شعور الإنسان بالارتياح، شعوره بالتوافق مع الذات، أهم شيء أنه يكون متوافقا مع ذاته، وبالتالي متوافق مع من حوله من الناس، يحسن بهم الظن، يعني يؤسس معهم علاقات متوازنة وجيدة وممتعة. هذا الكلام هو الذي يشعر الإنسان بموضوع السعادة والرضا والطمأنينة. لكن الأمور الثانية ما يتعلق بقضية الطعام والشراب واللباس، هذه محفزات صح، لكنها لا تحقق وحدها موضوع السعادة. زي بالضبط المريض، المريض ما دام قضية الشعور بشهية الطعام مفقودة في الإنسان، إذا لو أتيناه بأي نوع من الأطعمة مهما كان مرفها ومهما كان جميلا وطيبا فإنه لا يشعر به، بالعكس ربما نقول له هذا الشيء لذيذ، يقول لا أبدا أنا أشعر أنه يعني بالمرة ليس مستساغا. إيش السبب؟ السبب مش في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس، إنما السبب نابع من داخل الإنسان، إنه عنده مرض معين. نفس الشيء، يعني الإنسان لو كان من الداخل لا يشعر بالرضا والطمأنينة والثقة والسعادة وحسن الظن بالناس وكذا، لو أتيناه بكل الأمور المادية من لباس وطعام وشراب وأثاث، هذا الأمر لن يشبع حاجته الأساسية إلى السعادة والرضا والطمأنينة. لأجل ذلك بنقول إنه التربية الإسلامية بالفعل أصبحت ضرورة في حياتنا اليوم. طيب، المسوغات التربوية، المسوغات التربوية هنقسمها إلى أفكار. أول نقطة هنتكلم فيها فيما يتعلق بمدخل الإصلاح، مدخل الإصلاح في المجتمعات. إيش هو هذا المدخل؟ طبيعة مدخل الإصلاح. نعم، والمجتمع ككل وبتعاون جميع الأفراد، فهي عملية ليست بسيطة. كويس، يعني الطالبة تكلمت عن نقطتين، النقطة الأولى فيما يتعلق بالصلاح الذي يبدأ بالإصلاح التربوي. الإصلاح التربوي، لماذا نقول أن التربية هي مدخل الإصلاح؟ السبب في ذلك أنه الجمهور أو العينة المستهدفة من خلال النظام التربوي التعليمي هي العينة الأكبر في أي مجتمع من المجتمعات. يعني لو اليوم أجرينا إحصائية، كم من الناس بيكون عنده ولد أو بنت في سن السادسة لا يرسله إلى المدرسة؟ نسبة ضئيلة جدا. يعني حتى اليوم الإنسان الفقير أصبح عنده وعي، ممكن أنه يبذل كل الجهد لكي يوفر لابنه فرصة التعليم. فسنقول أنه معظم الجيل سيكون منتظما ضمن نظام التربية والتعليم. لأجل ذلك إذا أصلحنا هذا الجيل بنكون توصلنا إلى النسبة الأكبر في المجتمع. في المستقبل حيكون الصلاح يدخل في كل بيت وفي كل أسرة وفي كل مكان. وهؤلاء في المستقبل، يعني بعد 12 سنة من دراستهم، ويمكن يكون 4 سنوات مثلا جامعية أو شيء، يعني هذه سنوات في عمر الأمم لا تعد طويلة. فهذا الجيل لو أخلصنا العمل وحاولنا أنه نصلح هذا الجيل، بعد فترة حنلاقي أنفسنا أنه المجتمع أصبح أفضل بكثير، لأن هذا الجيل هو الذي سيكون بعد ذلك منه السياسي والمهندس والطبيب والمدرس وغير ذلك. فلو استطعنا أنه نصلحه لأصلحنا سائر المجتمع. الإصلاح التربوي هو المدخل. أما الآية الثانية فيتدل على عنوان مهم جدا اليوم يدرسونه في موضوع التنمية البشرية وفي غيرها، وهو عنصر المبادرة.
كيف يكون الإنسان مبادرا، كيف يكون الإنسان مبادرا للتغيير والإصلاح والنهضة والارتقاء بمستواه. الآية القرآنية واضحة تماما لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكأنه يقول للمسلم لا تنتظر أن يتغير ما بك من حال ومن واقع بعصا سحرية هكذا أو برؤية تراها في المنام مثلا، لا، إنما القضية مرتبطة بأن يبدأ الإنسان هو بخطوات التغيير نحو الأفضل ونحو الأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمقصود أنه لازم نحن نبذل جهدا ونبادر إذا أردنا أن نصلح وأن نغير ما بنا من أحوال، فما علينا إلا أن نبادر إلى العمل وليس إلى الأماني والأحلام. الطالب الذي يدرس ويشعر أن مستواه هو نفسه ليس راضيا عن مستواه الدراسي، طب إيش الحل؟ هل يبقى كذلك على حاله ويأمل ويحلم ويتخيل أنه هو أخذ الأول على الدفعة ويتخيل نفسه وهو يلبس يعني ذلك اللباس المتميز ويقدمونه على أنه الأول على الكلية أو كذا؟ مش معقول هذا الكلام، إنما الأصل أن يجد ويجتهد ويغير. لازم يغير، لازم أغير أنا سلوكي نحو الدراسة والتدريس والتعليم، لازم أغير سلوكي داخل الأسرة وأغتنم وقتي بشكل أفضل، لازم أهتم بشكل أفضل، يجب علي أن أستخدم وسائل وطرق جديدة لم أكن أستخدمها. بعد ذلك بالتأكيد الإنسان كما قالوا من سار على الدرب وصل، المهم أنه يبدأ يبادر ويغير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بالأنفس، لم تقتضي حكمته يعني أنه يغير ما بالأنفس يعني هكذا عن طريق عصا سحرية، لا، إنما من خلال جهد الناس أنفسهم. نفسك أنت بدك تبذل جهد متواصل وتغير ما بنفسك من أشياء من أخلاقيات سيئة، وتغير ما بنفسك بمعنى أنك تسلك الأخلاق الحميدة، تغير الأفكار الخاطئة اللي موجودة بتعشش في أذهاننا وأحيانا تقودنا إلى سلوكيات غير صحيحة، نغير هذه الأفكار بأفكار جيدة. إذا كان أنا عندي كسل وعجز ولذلك لا أنجز إنجازا جيدا في الدراسة وفي التدريس وفي العلاقات الاجتماعية وفي شتى المهارات الحياتية، علي أن أبدأ أني أنا أغير من نفسي بحيث أكون أكثر مهارة، أكثر دقة، أكثر فهما، أكثر قدرة على المطالعة. في بعض الناس ليس لديه جلد وصبر على القراءة، يقعد لمدة ربع ساعة وخلص، بعد ذلك يظن أنه حصل كل شيء، فبيقوم بعد أول 10 دقائق أو ربع ساعة لكي يكافئ نفسه بكأس من الشاي أو سندويتش أو كذا، بشعر نفسه أنه أنجز كثير يعني، فبالتالي بده يروح يعمل فترة استراحة ويكافئ نفسه. بعض الناس بالعكس يعني ممكن يبقى 3 ساعات يدرس وهو لا يشعر بالملل. إيش السبب؟ البداية ربما تكون واحدة عند الاثنين، لكن واحد منهم حاول أنه دائما يغير ويطور من نفسه ويجلد ويصبر ويمارس ويجلس أكثر، وإذا به بعد ذلك يعتاد على عادة القراءة. وواحد ثاني لا، لم يبدأ الخطوة الأولى، اليوم بكرة وما فيش داعي، وليش الواحد يغلب نفسه ويقرأ كثيرا؟ فهذا يبقى كما هو. إذن الذي يريد التغيير ينبغي عليه أن يبدأ على طول في الخطوات ويستمر. غير ذلك لو سألنا سؤال، هل الدول العربية كمان من المسوغات التربوية بعد أن تحررت كانت تمثل التربية بالنسبة لها أولوية في جدولها وفي ميزانياتها وفي غير ذلك؟ أيوة. يعني بمعنى أنه بالفعل الدول العربية حتى بعد الاستقلال لم تركز كثيرا على العناية بالنظام التربوي، ونحن قلنا أنه مدخل الإصلاح والإصلاح التربوي التعليمي، لم تحظى هذه الخانة هذه المساحة بالاهتمام الكافي من قبل يعني الدول العربية. لكن بعد ذلك في مطالع العصور الحديثة بدأت الدول العربية تهتم أكثر بالنظام التربوي التعليمي، لكن مع ذلك الاهتمام ليس كافيا. يعني كثير من الدول الغربية تبذل نسبة سخية من الميزانية العامة لقطاع التربية والتعليم، لكن لازلنا في الدول العربية لا ننفق إلا أقل القليل على الموضوع التربية والتعليم، مع أنه هو مدخل الإصلاح والتغيير في كل
نواحي الحياة، الأصل أنه نهتم به أكثر بلا شك. أما المدارس اللي بيسموها المدارس الخاصة اللي نشأت في العالم العربي إبان التحرر الأول، لا شك أنها حاولت أن تستعير المناهج والطرق الغربية في التدريس وفي التفكير وفي التربية، ومن هنا لم تحقق أيضا الغاية المطلوبة. يعني التعليم الرسمي أو التقليدي لم يحظى بعناية الدولة، والتعليم الخاص أو المدارس الخاصة كانت هذه متأثرة أكثر بنمط التربية الغربية. بعد ذلك من المسوغات التربوية أو نعم أن التربية الغربية لها كذلك صفة، ربما تكلمنا عن جزء منها قبل ذلك. نعم، أخلاقية، وأخرجت الإنسان من القدرات التي فطر الله بها على بمعنى أن التربية الغربية ركزت أكثر شيء على إشباع حاجات الإنسان المادية المتعلقة بالجسد، حاجة الرفاهية في الطعام في الشراب في الأثاث في اللباس في كذا، وهذه كلها تعتبر حاجات يعني بدنية في النهاية أو حاجات مادية، لكن الحاجات الحقيقية التي لها أثر كبير جدا في إسعاد الإنسان أو إشقائه لم تلتفت لها التربية الغربية كثيرا، بل ظنت أنه تحسين الجانب المادي وإيصال الإنسان إلى الرفاهية في كل شيء هذا يمكن أن يوصله إلى درجة السعادة والرضا والطمأنينة. لكن كما قلنا الإنسان مكونات، العقل في الإنسان بيحتاج إلى إشباع من نوع معين، الإنسان مهما أكل من طعام هل يشبع حاجة العقل الفكرية؟ مش ممكن، لأنه هذه خانة وهذه خانة أخرى، فهو بيحتاج لإشباع الجانب العقلي فيه معرفة وحقائق وأنه يتنور ويتعرف ويتعلم. بيبقى الدائرة الثالثة وهي جانب الروح أو جانب النفس في الإنسان، القلب، هذا كذلك له غذاء من نوع آخر، مهما الإنسان أكل ولبس وشرب وتمتع وترفه في هناك خانة أخرى بيحتاج الإنسان إنه لكي يسعد الجانب الروحي فيه وهو الأساس في الإنسان بيلزم أشياء ثانية، يلزم جدول آخر، هذا الجدول ليس موجودا في واقع التربية الغربية ولا يتحقق إلا بالإيمان، إنه الإنسان يؤمن بخالقه عز وجل ويؤمن بوظيفته الحقيقية في هذه الحياة، هذا الذي يسهل عليه الكثير من الأمور ويشعره بالراحة. يعني الإنسان لو قوي إيمانه، وهنا تأتي ضرورة التربية الإسلامية، أنه كلما قوي إيمان الإنسان ويقينه بتصير الأمور عنده يعني ليست ذات فرق شاسع. يعني الإنسان الذي لا يؤمن أو إيمانه ضعيف إذا جاءته النعمة إيش اللي بيحصل؟ يبطر ولا يشكر ربه ويتعالى على الخلق بهذه النعمة ويتباهى عليهم ويتبختر، هاي اللي بيصير. وإذا كان أصابته لأواء، يعني أصابته مصيبة أو فقر أو شيء من هذا الباب أو مرض مقعد أو شيء، يصل إلى درجة اليأس من الحياة، كيف أنا يعني الناس تذهب وتجيء وأنا مريض وجالس في الفراش وكذا، حيكون عنده فعلا شعور بالإحباط واليأس. لكن ما الذي يهذب الجانبين بحيث أن الإنسان لا يصل إلى الكبر والبطر في حال النعمة ولا يصل إلى اليأس والقنوط في حال الشدة؟ هو الإيمان. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، مش بطر وتكبر على الناس، شكر، وإن أصابته ضراء صبر بدل ما يجزع ويقنط وكذا، لا بيصبر، وهو يعتقد أنه على كل الأحوال الشكر له عليه أجر يرفعه درجات ويحقق له رضا ويقين وسعادة، وكذلك الصبر، الصبر كمان على الضرر أو على الفقر أو على المرض يشعر فيه المؤمن الحقيقي بالمتعة، بيشعر فيه بالمتعة حتى وهو تصيب الشدة بيشعر بمتعة الصبر. ليه؟ لأنه هو يدرك أن الصبر له أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، رضا وسعادة في الدنيا ودرجة عليا في الآخرة. بعد ذلك هننتقل إن شاء الله تعالى إلى مصادر التربية الإسلامية. معنى المصادر أي
المنطلقات والمبادئ والأسس التي تنطلق منها التربية الإسلامية. لا شك أنه كل تربية لها منطلقات، كل تربية لها منطلقات. منطلقات التربية الإسلامية الأساسية يمكن أن نقول أنه في هناك منطلقان أساسيان أو مصدران أساسيان، هما كلام صحيح، القرآن الكريم والسنة النبوية المصدران الأساسيان للتربية الإسلامية. بعد ذلك بيأتي اجتهاد العلماء والمربين عبر العصور، وهذا يعد مصدرا فرعيا. ليش قلنا أنه في مصادر أصلية ومصادر فرعية؟ إيش السبب؟ أن القرآن والسنة مصدر أساسي واجتهاد العلماء عبر العصور مصدر فرعي. نعم، مثلا نعم القرآن الكريم والسنة النبوية بالنسبة للاجتهاد يقوم العلماء باستنباط الأحكام المبهمة أو غير الموضحة توضيحا كاملا من السنة النبوية والقرآن الكريم، فيقوم العلماء باستنباطها من السنة والقرآن. جميل، نحن الآن كلام صحيح لكن لا نعرف، نحن الآن نريد ليش سمينا هذه مصادر أصلية القرآن والسنة وسمينا الاجتهاد مصادر فرعية؟ لأن القرآن الكريم من عند الله عز وجل نزه عن الخطأ، والسنة النبوية كذلك هي وبذلك تكون السنة النبوية والقرآن الكريم من عند الله عز وجل، فلا مجال للخطأ. أما الاجتهاد فهو اجتهاد العلماء، فهناك من يخطئ وهناك من يصيب وهناك من لا. جميل، هي هذه الإجابة الصحيحة فعلا. يعني قلنا أن المصدران الأساسيان للتربية القرآن والسنة، لأنهما وحي في النهاية، هما وحي باللفظ والمعنى كما في القرآن، وبالمعنى دون اللفظ كما في السنة. فالقصد أنه هي بتظلها وحي، والوحي في النهاية نحن نجزم بصدقه وصحته، صحة مطلقة. لكن بالنسبة للاجتهاد، اجتهاد العلماء، هذا ليس معصوما. يعني ممكن الإنسان يجتهد، ممكن الاجتهاد يكون صوابا وممكن يكون الاجتهاد خطأ. مهما كان الإنسان ممكن يكون اجتهاده خاطئا أو اجتهاده صوابا. لذلك بنقول عنها مصادر فرعية، يعني نستأنس بها ونأخذ منها وننتقي من بين أقوال العلماء ما ينفعنا. لكن المصدر القرآن والسنة لا نستطيع أن نقول ننتقي وكذا، لا، هي كلها بتكون ملزمة بالنسبة لنا ونجزم بصحتها. الآن المصدر الأول هو القرآن الكريم. القرآن الكريم لو أردنا أن نعرف القرآن الكريم هيك بسرعة كمقدمة ومدخل. نعم، المحفوظ بين دفتي المصحف المكتوب بسورة الفاتحة المكتوب بسورة الناس. جميل، هذا تعريف واضح للقرآن الكريم. الآن لو قلنا لماذا يعد القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر التربية الإسلامية؟ بمعنى لما بدنا نجاوب على هذا السؤال بدنا نذكر الأهمية التربوية للقرآن الكريم. إيش الأهمية التربوية للقرآن الكريم؟ أيوه، أيوة، نقطة نقطة بدنا نذكرها، نقطة نقطة. النقطة الأولى قلنا إنه القرآن الكريم سنجد أن فيه منهجا كاملا للتعامل، ليس فقط مع الإنسان وإنما التعامل مع الحيوان والتعامل مع البيئة والتعامل مع مصادر الطاقة والتعامل مع الحياة بجميع جوانبها. فبالتالي هذا حري بأن نهتم به، هذا أهمية تربوية، أنه بيعلمنا، يرسم لنا منهجا ليس فقط في التعامل فيما بيننا، بيرسم لنا منهجا في التعامل فيما بيننا، لكن يضيف إلى ذلك برضو تعامل الإنسان مع الحيوان وتعامل الإنسان مع البيئة، المصادر اللي موجودة، استغلال الإنسان لقانون التسخير اللي ربنا سبحانه وتعالى سخر بموجبه كل شيء للإنسان. هذه كلها بتدخل في اهتمامات أو في دلالات القرآن الكريم، ومن هنا القرآن الكريم يعد مهما بالنسبة للناحية التربوية. الشيء الثاني، الأمر الثاني اللي بيبين أهمية القرآن التربوية، أيوة، يعني هو بيحوي أو يتضمن تصورات كاملة عن جوانب حياة الإنسان وعلاقته بالكون والحياة. بمعنى أنه الفلاسفة تحيروا في أمور كثيرة لما فكروا في الإنسان، من أين جاء هذا الإنسان،
وكيف خلق؟ إيش مهمته في هذه الحياة؟ هل هو الطعام والشراب والرفاهية، وإنه كل ما اكتسب من هذه الغنائم أكثر بيكون حقق يعني الكثير من المتع، ولا له مهمة في الحياة محددة؟ إيش مهمته؟ طب بعد ذلك ما المصير بعد الموت؟ الإنسان لما بيموت يعني هل هي القضية زي قضية الحيوان الأعجم إنه بيعيش والناس بتسخره أو يخدمها أو كذا، في النهاية لما يموت انتهى الأمر، ولا في بعد ذلك مسؤولية وجزاء بينتظره؟ هذا أسئلة حيرت الفلاسفة. لما جاء الإسلام جاء بشيء واضح، يعني شيء واضح يحدد للإنسان من أين أتيت. معروف إنه بني آدم، آدم ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيده، وخلق زوجه منه، كانت جزءا منه، وبعد ذلك بث منهما رجالا كثيرا ونساء، فبدأت الناس تتكاثر بالطريقة المعروفة، طريقة يعني التزاوج المعروفة. فهي إيش مهمتك في الحياة؟ معروفة. الإنسان لم يترك هكذا لكي يتخبط، وإيش أنا مهمتي؟ هل هي مهمة حيوان أم مهمة إنسان؟ وإيش بالضبط حدودها؟ فربنا سبحانه وتعالى بيّن له مهمته بشكل واضح، إنه الغاية الكبرى من وراء هذه الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن له مهمة بين ذلك، مهمته إنه إيش؟ يكون خليفة في هذه الأرض، إنه يستعمر هذه الأرض، يعني يعمر هذه الأرض بالزراعة بالصناعة بالأفكار القويمة بالعقائد الصحيحة بالتوجهات الجميلة بالإدارة الناجحة. هيك مهمة الإنسان في الكون واضحة أصبحت. المصير بعد الموت معروف، بعد الموت الموت ليس نهاية الحياة، وإنما هو أول منازل الآخرة في حياة ثانية اسمها الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى لفت نظر المؤمن لها كثيرا، وفي النهاية في هناك بعث وجنة ونار وجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحقيقة أن القرآن بيّن هذه الأشياء، فهذا بيعطيه قيمة تربوية مضافة بالنسبة للمجتمع المسلم. بعد ذلك الأهمية التربوية أيضا لموضوع القرآن الكريم. أيوة، جميل. يعني منهج التربية اللي قدمه القرآن الكريم بالضبط لا يقتصر مثلا على جانب معين في حياة الإنسان، الحياة العلمية، الحياة العقلية، حياة البدن، الحياة الروحية، لم يقتصر على جانب، وإنما فعلا قدم منهجا شاملا شافيا كاملا يريح الإنسان عقلا وجسما وروحا. كل إنسان بيفهم الإسلام الفهم الصحيح سيجد أنه بيعطيه إشباع كامل، إشباع للجانب العقلي بالمعارف والمعلومات والحقائق، إشباع للجانب البدني، كيف أنه الإنسان يسلك ببدنه طريقا يتخلص من كل الأمراض الممكنة بقدر الإمكان. لكن في أشياء أحيانا قد تكون من باب القدر المحتم، لكن الإسلام دل الإنسان وحفظ عليه بدنه، ويعتبر المحافظة على البدن وعلى العقل هذه تعتبر من مقاصد الشرع الكبرى، أنه الإسلام جاء ليحافظ على بدن الإنسان. والإسلام حرم لذلك على الإنسان أن يتناول الأمور اللي ممكن تسبب له أمراض معينة، وكذلك بالنسبة للجانب العقلي، كذلك بالنسبة للجانب الروحي أو الإيماني، بيجد الإنسان في الإسلام منهجا كاملا يشبع هذه الجوانب بطريقة متناسقة. غير ذلك، غير هذا، أيوة، تمام. يعني الآن التربيات لما بتقولنا أنه أنا هدفي كذا وكذا وكذا وكذا، لو قلنا لهم طب قدموا نماذج تثبت هذا الكلام، صعب جدا أنهم يقدموا نماذج معينة تثبت أنه تربيتهم قادرة على أنها تحقق هذه الشعارات اللي بيقولوها، سواء كانت التربية الاشتراكية اللي الآن بقاياها روسيا بقية الاتحاد السوفيتي السابق، أو حتى التربية الليبرالية التحررية الديمقراطية كما يسمونها، لا تستطيع أن تقدم نماذج لذلك. لكن في الإسلام لو قيل أن هذه التربية عندكم مثالية ولم تنطبق على أرض الواقع ولم تتحقق، لا، بنقول لهم لو مرينا في التاريخ من أوله إلى الآن لوجدنا نماذج في كل عصر، هناك نماذج طبقت هذا الكلام وكانت بالفعل عندها اكتمال واضح في الجانب العقلي، في الجانب الديني،
في الجانب الوجداني، في الجانب البدني، إلى غير ذلك. في نماذج كثيرة بدءا من حياة الصحابة وانتهاءا بحياتنا التي نحياها اليوم. يعني اليوم في حياتنا فعلا نماذج من أروع ما يكون. يعني من هذه النماذج، مرة كنت أنا بأحضر برنامج هيك، كان في نقاش بين أناس، بعضهم بيحمل فكر علماني وبعضهم يحمل فكر إسلامي وكذا. فكان يعني أحد منظري العلمانية في جمهورية مصر العربية كان بيتكلم ويذم الحجاب، يذم الحجاب الإسلامي، ويقول هذا أصلا قبل أن يكون حجابا للرأس والوجه هو حجاب للعقل، هي حجاب للعقل، يحجب العقل عن المعرفة ويحجب العقل عن كذا وكذا. فبعد ذلك استأذنت إحدى الجالسات، وكانت يعني فتاة سورية معها أظن ماجستير في الهندسة الكهربائية، وتكلمت معه كلاما فعلا يدل على روعة الفهم للدين. وكانت هذه الفتاة منقبة، يعني منقبة، وقالت له، بدأت تتكلم له، قالت إنه أنت بتقول إنه الحجاب هذا حجاب للعقل قبل أن يكون حجاب للرأس أو الوجه، هيني أنا كما تراني، يعني أنا امرأة منقبة، وهذا لم يمنعني إني أدخل أنا هندسة كهربائية، حتى شيء غير تقليدي، مش شريعة وأصول دين ولغة عربية، دخلت هندسة كهربائية وكنت المتفوقة على دفعتي تماما وأخذت الماجستير، والآن أنا أدير شركة كبيرة في دولة من دول الخليج، وشركة ناجحة جدا وكذا. فأنا فهمي الإسلامي لم يمنعني من هذا، إني أنا أكون منجزة وناجحة في الإدارة وكذا. فأين الذي تقول أن الحجاب هذا بغطي العقل عن المعرفة وكذا وإلى آخره؟ فقالت له فعلا كلاما مقنعا يدل على وعي شديد جدا واعتداد بالإسلام. فعلا هذا كان نموذج، نموذج لامرأة مسلمة لم يمنعها حجابها أن تكون متفوقة، وإنها تدرس تخصص رائع مثل هذا، وأن تكون مديرة شركة أيضا. ثم قالت له كلمة، لأنه كان تعرض، قال إنه الحجاب يمنع الإنسان من التأقلم والتعايش مع المجتمع وكذا. فقالت له برضو كلمة موجزة وجميلة، قالت إذا أنا فهمي للدين منعني إنه أنا أتفاعل مع الناس، فهذا الخلل في أنا مش في الإسلام، هذا الخلل في فهمي. الإسلام لا يمنعني إن أنا أختلط بالمجتمع بجميع فئاته، وإذا كان المجتمع هو الذي منعني، هو الذي منعني، فالأزمة بتكون في المجتمع نفسه، في فهم المجتمع للدين، إذا هو أراد أن يبعدني يعني عن إني أتفاعل معه. فكان فعلا أنا في رأيي كانت هي بتمثل نموذجا جيدا للفتاة اللي فهمت إسلامها بطريقة جيدة وعبرت عنه بطريقة رصينة. نختم هذا الكلام عن القرآن بالذات بالآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نلاحظ في هذه الآية شيء جميل جدا، أن الآية لم تحدد التي هي أقوم في أي شيء، لم يقل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في الاعتقاد أو في الفكر أو في السلوك، تركها هكذا ليه؟ لكي تشمل جميع هذه النواحي، إن القرآن الكريم اتباعه يهدي الإنسان للتي هي أقوم في المعتقد وفي الفكر وفي السلوك وفي التفاعل الاجتماعي وفي التواصل وفي كل جوانب حياة الإنسان. لذلك يعني نستطيع أن نلخص كل ما سبق من القيمة التربوية للقرآن الكريم في هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي التي هي أعدل وأسد وأفضل في كل الأمور، في كل جوانب حياة الإنسان. المصدر الثاني السنة النبوية. السنة زي ما أنتم عارفين في اللغة معناها الطريقة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل ما أثر، أي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، بمعنى أنه هذه السنة التي نأخذ منها أحكاما وعبرة، أنه كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كأن يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو فعل كما فعل وصلى أمام الصحابة وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فعل كالصلاة أو الحج أو غير ذلك، أو تقرير بمعنى أنه بالضبط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي بحضرته تصرف، نطق بشيء، فعل فعلا ما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالإقرار هذا يدل على مشروعية هذا الأمر أيضا وإنه سنة. طيب،
الدليل على أن السنة النبوية تعتبر هي المصدر الثاني من مصادر التربية الإسلامية هي الآيات اللي بتأمرنا باتباع السنة. زي إيش؟ صحيح، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، كلام صحيح، بمعنى أن السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم يترجمها بالقول لكن معناها موحى به، معناه بالوحي، فبالتالي بتعتبر ملزمة كالقرآن تماما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني اللي هي السنة. أي نعم، فلا داعي اليوم نسمع عن أناس يسمون أنفسهم القرآنيين، يعني نحن نكتفي بما في القرآن ولا نريد يعني موضوع السنة. هذا الكلام طبيعي ليس صحيحا، لا يصح، لا يصح، لأنه لو سألناهم سؤالا واحدا وقلنا لهم القرآن الكريم قالوا أقيموا الصلاة، طيب وأقيموا الصلاة هل هذا يكفي؟ هيئة الصلاة ووقت أو أوقات الصلاة وأعداد الركعات والشروط والأركان والواجبات من أين نأتي بها؟ كل هذه السنة التي جاءت بها. أي نعم، فهذا كلام لا معنى له. طب إيش الأهمية التربوية الآن؟ نذكر الأهمية التربوية للسنة النبوية. الأهمية التربوية للسنة النبوية بتظهر من خلال بعض الحقائق والأمور، مثل ماذا؟ أيوة هنا، تمام. السنة النبوية بالفعل هي تفصل وتبين وتفصل ما أجمل في القرآن الكريم، يعني زي ما قلنا قبل شوية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، علمنا أنه الصلاة والزكاة واجب على الإنسان، لكن الصلوات من ناحية زي ما قلنا العدد ومن ناحية الأوقات ومن ناحية الأركان والشروط والواجبات والنواقض وغير ذلك، كل هذه بالسنة. نفس الشيء الزكاة بنص القرآن واجب، لكن نصاب الزكاة مثلا وأوقاتها وكيفية إخراجها إلى آخره، هذه كلها بتكون عن طريق السنة. فالسنة بتفصل لنا المصدر الأول، هذا صحيح. غير ذلك من الأمور اللي بتدلل على أهمية السنة النبوية، في أمور ثانية بتدلل على أهمية السنة النبوية. تستطيعون أن تستعينوا يعني بالشيء المكتوب، المسألة سهلة. ليس هناك مشاركات جديدة؟ دعم تفضل. بمعنى أنه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فيها ما يغني المعلم والمتعلم. كثير من علمائنا كان بيتكلم عن آداب المعلم والمتعلم، ويجمع فيها من النصوص التي تكفي المعلم كيف يعلم وكيف يحترم مهنته وكيف يؤدي رسالته على أتم وجه، وكذلك بالنسبة للمتعلم في هناك من النصوص ما يستهدي بها المتعلم عن أهمية العلوم ودرجات العلوم وآداب الطلب ومسألة العزيمة والهمة في طلب العلم وكذا، سيجد أشياء كثيرة تغنيه. فالسنة النبوية لا شك أنها شاملة لحاجات المعلمين والمتعلمين. ونحن نسمي اليوم المصطلح الجديد اللي أصبح بديلا في بعض الكتب عن كلمة التربية، إيش هو؟ التعليم والتعلم. بيقول العملية التعليمية التعلمية، يعني العملية التربوية. فهذا بنجد فيه نصوصا كثيرة من السنة تبين لنا وتوضح هذه الجوانب. غير هيك، غير ذلك عندنا أشياء أخرى. نعم، تبليغ رسالة ربانية بما تحمل النظريات المتكاملة للإنسان والحياة والكون. بمعنى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل هو بعث لمهمات معينة. قال ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب هذه المهمات العظيمة، لا يمكن أن نستغني عن سنته، وقد جاء لكي يعلم الناس ويزكيهم ويتلو عليهم الآيات ويعلمهم الحكمة والكتاب. هذه الأمور كلها لا غنى عنها، ولا يمكن أن نستغني بالتالي عن السنة التي نقلت لنا كل جوانب الحكمة والعلم وما يتعلق بأمور
ديننا، وهي أمور كثيرة ومتنوعة. كمان أيضا في أشياء، هذه نقطة أنا في نظري مهمة جدا بتبين أهمية السنة بالنسبة لنا. نعم. جميل. هذا الكلام يعني واضح تماما. عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كلمة مختصرة: كان خلقه القرآن. يعني تريد كيف يسلك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتصرف إذا قرأت القرآن بالضبط. الترجمة العملية للقرآن هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة بتمثل الجانب التطبيقي، بتمثل الجانب العملي، بتمثل الجانب الميداني الذي من خلاله نتعرف كيف يمكن أن نفهم القرآن وكيف يمكن أن نطبق القرآن في حياتنا، مش هيك؟ يعني نستطيع عن طريق السنة وتفاصيلها أن نفهم هذه الأمور جميعا. عندكم شيء يعني تسألون عنه فيما سبق؟ فكرة، إضافة، سؤال معين؟ طيب، معنات الكلام يعني بنكون انتهينا إن شاء الله تعالى من هذه المحاضرة، ونلتقي في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.